لدي الأخ أحمد يقول: أنا مسلم الحمد لله على نعمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء السابعة صحيح، لكن فيزيائيا سوف يموت أو كذا. أستغفر الله. يعني لا يجوز لنا أن نقول يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لأن النبي عندما عرج إلى السماء، حتى نحن يعني النبي سماه المعراج، المعراج استخدم كلمة علمية، يعني الإعجاز يبدأ من اسم الحدث وهو المعراج. طيب، هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء السابعة، هل استخدم الله القوانين الأرضية أم استخدم قوانين أخرى؟ يعني نحن نعلم في الكون هناك ما يسمى بالثقوب الدودية، هناك أماكن في الكون أيها الأحبة يمكن أن تنفذ من منطقة إلى منطقة بعيدة جدا تحتاج لمليارات السنوات، يمكن أن تخترقها في ثانية واحدة، هذا علميا أو يعني كاحتمال علمي وارد. الكون فيه عجائب، ونحن حتى الآن لم نكتشف كل شيء. إذا كان العلماء حتى الآن لا يفهمون لماذا الحركة في الكون تعرجية، قلنا الباحث ختم بحثه قال نحن لا نعلم، ليس لدينا أي فكرة عن طبيعة هذه الحركة، لماذا الأجسام تسير بحركة تعرجية. وبالتالي القوانين التي يعني سار وفقها النبي عليه الصلاة والسلام قوانين غير مكتشفة حتى الآن، فلا نستطيع أن ننكر هذا الحدث، ولا نستطيع أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صعد بقدرته بإمكانياته، لا، هو عرج إلى السماء أو عرج به إلى السماء بقدرة الخالق عز وجل، والخالق عز وجل لم يطلعنا على كل القوانين في الكون، ولكن من الناحية العلمية، من الناحية العلمية يمكن أن نقول أحبتي في الله إن الإنسان يمكن أن يخترق مسافات هائلة جدا في زمن بسيط جدا إذا سار بطرق معينة وبقوانين معينة، يعني هناك قوانين معينة إذا تمكن من استخدامها سيصل إلى السماء السابعة بلمح البصر، دقائق مثلا، ولكن هذا خارج إمكانيات البشر. إذن النبي عندما عرج به عرج بقوانين أخرى غير القوانين التي نعرفها على الأرض، والنبي لم يطلب منك أن تؤمن به فقط لأنه عرج به، يقول لك أنا عرج بي فآمن، لا، هو أعطاك كتاب اسمه القرآن فيه حقائق علمية وكونية ورقمية وغيبية وبلاغية، مجموع هذه الحقائق في القرآن هي التي تجعلك تؤمن بيقين. أما المعراج هو معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، من معجزاته الكثيرة.